أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، العالم اليوم بيحتفل بعيد الأم. هذه مناسبة خاصة جدا، وكلمة الأم عزيزة شخصيا على قلبي، وهذا الاحتفال فعلا بنحتفل بالأم المباركة، لأنه أجمل كلمة وأعزب كلمة هي كلمة الأم. وأقولها بشكل عملي في عدة نساء في حياتي اللي لهم دور كبير في حياتي ولعبوا دور مش بس بتشكيلي وبتغييري، كانوا سبب بركة كبيرة لحياتي. أولهم اللي هي أمي. أمي طبعا حاليا هي سافرت عند الرب، موجودة عند الرب يسوع في السماء. في أحد الأيام كانت مريضة، ووصل بها المرض إلى حالة طبعا خطيرة جدا، وأصيبت بكوما، وكانت في المستشفى الإنجليزي في الناصرة لمدة شهر أو أكثر من شهر بدون أي وعي. الأطباء اتصلوا بأختي الكبيرة على أساس أنه يجمعوا العيلة، وأنه أعطوا للوالدة لأمي عدة ساعات وسوف تفارق الحياة. اتصلت في أختي وفعلا جهزت أول طيارة سافرت للأراضي المقدسة، لكن قبل ما وصلت المطار الرب كلمني، كان عندي إحساس كلمة إيمان، واتصلت بأختي بقولها أمي مش راح تموت، راح تعيش. مثل ما بتقول الآية، لن أموت بل أحيا لأحدث بمجد بتسبيح بعجائب الرب. فكان جواب أختي الأطباء بقول إنه خلاص يعني العملية هي ميتة، بس عشان تصلوا نقوم في كل التجهيزات. وفعلا وصلت وأخذت سيارة من المطار للمستشفى، وفت للغرفة العناية المركزة، وأمي كانت بعدها في هذه الحالة. وبتذكر أول ما وصلت حطيت إيدي عليها استيقظت أمي، وتصور أول كلمة شو حكتها، بتقول لي يما نزار حبيبي أنت تعشيت. شوف إحنا كل العيلة قلقانين وخلاص هي على الموت، يعني الرب أقامها من الموت، وهي أول ما استيقظت كان كل اهتمامها إذا أكلت أو لم أكل. هذا هو قلب الأم، هذا هو التعبير عن محبة الأم. وفعلا هاي الكلمة غالية، فالمحبة هي لغة، وهاي اللغة الأم بتتكلمها لأنه بتتكلم في كل لغات العالم اللي هي أعظمها المحبة. الامرأة الثانية اللي إلها تأثير كبير على حياتي هي زوجتي. فعلا أنا سافرت عدة بلاد وسكننا في عدة دول وغيرنا عدة خلفيات، وفي كل هذه الأماكن وفي كل فترة الخدمة كانت مساندة وكانت مساعدة، وفعلا في مئات السفرات ومئات بل آلاف الخدمات وكتابة كتب كثيرة، كانت فعلا هي اللي وراي تساعدني في الكتابة وفي التجهيز والإعداد، وكانت داعمي بكل معنى الكلمة لأنه عندها رؤية واضحة، وكانت دائما بتقول مع أنه هي ذكية جدا وشاطرة جدا ونشيطة جدا، لكن إرساليتها كانت بتقول لي دائما أنا الرب دعاني حتى أكون زوجتك، مساند لإيدك، أدعمك في كل الإمكانيات، وأهتم بأولادي وفي بيتي. وفعلا هي مثال رائع للأمومة، يعني صعب أصور كم من الأيام والساعات اللي بتضحي فيها تضحية عملية. والإمرأة الثالثة اللي هي حماتي. حماتي إنسانة شاكرة في كل الأوقات، مبتسمة في كل الأوقات، والتعبير اللي قالت لي ياتو أنت مش بس ابني، كأنه أنا اللي خلفتك.
دائما بتشجعني ويوميا بتصلي من أجلي وبتصلي من أجل الخدمات. الله وضع في حياتي نساء جميلات مصليات فعلا بحب الرب من كل قلب، وكانوا مساندات مساعدات بكل معنى الكلمة. واليوم أنت يمكن بتشعر في ظروف بتختلف، مش عم بتحسي في الأمومة. الله شبه نفسه بالأمومة كأم، وبتعرفوا الأمومة فيها أحشاء، فيها رحمة، فيها محبة. وأعظم مثل للأمومة هي القديسة المطوبة مريم العذراء. تخيلوا لما الملاك أجوا بشرها إنه رح تحبل وتلد بابن، تخيل الموقف اللي رح تكون موجودة فيه في قرية الناصرة، شو الناس رح يتكلموا عليها. لكنها آمنت بالوعد وامتلكت هذا الوعد وصدقت كلمة الرب بغض النظر عن ازدراء واحتقار الناس. فهي عانت من السفر وفي ذهابها إلى بيت لحم وولدت المسيح هناك، وهربت من هناك إلى مصر كلاجئة ورجعت. وتخيل كل الظروف الصعبة، لكن مكتوب عن يسوع أنه كان ينمو بالنعمة والحكمة والقامة عند الله والناس. فإذا كان في تربية حقيقية، كان في ساعات طويلة اللي تقضيها مع ابنها ربنا يسوع المسيح. وتخيل موقفها لما كانت عند الصليب، فعلا تمت النبوة إنه سيف جاز في نفسها. الآلام اللي شافتها وشافت آلام ابنها على الصليب، والناس عم تحتقر وعم تستهزئ وعم تسخر من الرب يسوع المسيح، لكنها ثبتت وصمدت لأنها مريم القانعة المتواضعة الناصعة الخاضعة. فعلا يعني هي تعبير ومثال للأمومة. وأجمل شيء أحبائي لما التلاميذ كانوا كلهم في العلية وجاء يوم الخمسين، لكن الكتاب بميز هذه الامرأة القديسة مريم العذراء وأم يسوع. ما أجمل هذا التعبير، امتلأت مع التلاميذ من الروح القدس وأصبحت مبشرة. ومن يكون أفضل مبشر سوى مريم العذراء اللي عاشت وعايشت حياة ابنها وشافته من الطفولة إلى الصلب وإلى الصعود، فهي أعظم مبشرة أيضا. إخوتي وأخواتي، أخواتي الأمهات بالتحديد، يمكن عم بتعاني من حالة فشل، بتعاني من حالة ضيقة، يمكن عم بتعاني من الماضي اللي يمكن قمتي بخطايا معينة، مثلا إجهاض، أو ما قمتيش بالدور اللي الله دعاك إنك تعمليه. الوقت ما انتهى، تأكدي إنه الله عنده مخطط رائع لحياتك، وغرض الله ما انتهى منك. الله بحبك، الله عاوز يكمل هذا المخطط، والله عم بيستخدمك حتى تكون أنت بطلة جبارة مبشرة، تكون الشخص اللي بيعكس جمال المسيح ورسالة يسوع المسيح. في هذا اليوم أنا أريد أن أتذكر كل الأمهات واللي بيعانوا من أمراض ومن ظروف صعبة. أريد أن أتذكر الأرامل أيضا، وأريد أن أتذكر الأمهات اللي عندهم روح الأمومة لكن لم يتشرفوا أن يكون عندهم أولاد وكان هذا الشوق قلبك. أنا بصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح لكل أرملة، إن الله يغمرك بحضور الكامل، وإن الله يسدد كل احتياجاتك. وبصلي من أجل كل أم فعلا عم بتصلي من أجل الأطفال في اسم الرب يسوع المسيح. بصلي إنه هاي السنة تكون مميزة في حياتك، الرب يعطيك أطفال. وبصلي من كل لأجل كل أم متألمة في ضيقة وبتحس بإحساس الخزي والعار بسبب خطية معينة، بسبب الإهمال، بسبب الماضي، بسبب القساوة، ويمكن وصل الوضع إنه كان إنك أصبت بالخذلان، كان عندك توقع لربما من زوجك، فشلت مع زوجك، كنت بتتوقعي إنه أولادك يكونوا التعويض، برضو فشلت مع أولادك.
إلهنا هو إله التعويض، وهو بيسترد كل مسلوب في حياتك. أنا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح إنه الله يعوضك اليوم، وتكوني إكليل جمال، وتكوني فعلا بركة اليوم، والله يعطيك شهوة قلبك، وكل صلاة ترفع الله يستجيبها ويتمجد في حياتك. ربنا يبارك كل أم، وبصلي من أجل كل الأمهات اللي بيعانوا من أمراض، سواء السرطان أو القلب أو أي مرض داخلي أو خارجي. الرب شافينا، يسوع المسيح أخذ أسقامنا وحملها في الصليب، وهو يشفي كل ضعف وكل مرض. مكتوب عنه جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. والآن أصلي باسم الرب يسوع من أجل كل أم في المرض أو في الفراش أو بتعاني من ظروف صعبة، بصلي أن الرب يقيمك اليوم، يعطيك الصحة والشفاء الكامل. لكل الأمهات إحنا منحبكم، وكل عام وأنتم بألف خير. الرب يبارككم، وعلى فكرة بحب أسمع منكم.